استاذ نورا، شنو كتاب اليوم اختاريتي انك تقاسمي مع المشاهدين؟ السلام عليكم. كتاب كاسم علي هو كتاب دليل العظمه للكاتب العالمي والمدرب روبين شارك. هذا الكتاب هذا كتقسمو لجوج وهو كدور المحاور ديالو على التنميه الذاتيه وتطوير الذات، يعني كيف تصبح شخصا عظيما وكيف تسير في طريق العظمه سواء في الجانب الشخصي او في الجانب المهني كذلك. استاذه قلتي بان هذا الكتاب هو عباره عن خريطه طريق، واش هذا هو العمل اللي كتحاولي انك تقومي به مع التلاميذ بحيث كترسمي لهم طريقه او خريطه الطريق الولوج الى عالم القراءه، بحيث كتكون واحد العمل جبار من اجل التحبيب والتقريب الكتاب للتلاميذ؟ صحيح، انا شخصيا اخترت هذا الكتاب اضافه الى مجموعه من الكتب التي سبق وان قراتها، لانه الى جانب مساري العلمي والتعليمي باعتباري استاذه ثانوي تاهيلي في ماده اللغه العربيه في هذه المؤسسه التي نحن الان نصور فيها، فهذا الكتاب ساعدني في ان احفز تلامذتي كذلك. كل تلميذ اعتبر بانه هو الافضل والاحسن وانه يستحق كل ما هو جميل في الحياه، فبالتالي نحفزه حتى يشتغل من خلال تقديم عروض. فانا دائما اختار مجموعات في القسم، وكل مجموعه تضم خليط من التلاميذ او مزيج، يعني بين التلميذ المتفوق، التلميذ يعني لا باس به، المتوسط او الاقل من المتوسط طبعا، وهذه التقديرات ما هي الا لها علاقه بالعمل الذي يقومون به، ونمزج بينهم ونعطيهم محاور يشتغلون عليها وياتون ويقدمونها امام زملائهم في القسم. هي فرصه لاخذ اولا الكلمه، لان هناك العديد من التلاميذ من يصعد من سلك الابتدائي والاعدادي ويصل الى الثانوي ولم تعطى له فرصه في حياته ان يتكلم امام الاخرين. هي فرصه لي ان يتكلم، فرصه لان نزرع فيه الثقه بنفسه، ان يحس بانه فعلا يتملك مجموعه من القدرات والمهارات والملكات التي تخول له ان يتكلم امام الاخرين، ان يقنعهم، ان يتعلم فن الحوار وان يدافع على نفسه في الحياه عامه، على اعتبار ان المدرسه ما هي الا مكون من بين مجموعه من المكونات الاساسيه في المجتمع، ومن خلال المدرسه نحن نستثمر في التلاميذ حتى نرى فيهم الرجل الغد المشرف ومراه الغد المشرف. احنا هنا في الثانويه التاهيليه احمد شوقي، يعني توجد مدينه سلاف، حي شعبي بالضبط، حي العيايده، والعام انتم يعني كتقوموا بواحد العمل جبار، يعني المؤسسه جميله جدا، الالوان جميله، فيها يعني مكتبه، فيها فضاء خاص بالاعلاميات، وحتى كاين تلاميذ يعني متفوقين على مستوى مدينه سلاف. هذه النتائج كامله ما كانش ممكن لولا التعاون ديالكم كاملين، يعني انتم يا كاساتذه الاداره وكذلك وبالخصوص جمعيه الاباء. الحمد لله اننا نحن في هذه المؤسسه كما رايت، رغم اننا لا نتوفر على طاقم بشري كبير ورغم كل الاكراهات، نحاول كاطر تربويه واطر اداريه اضافه الى اطر جمعيه الاباء ان تتضافر الجهود، ان نشتغل مع بعضنا البعض، ان نتعاون. كما رأيت أولا نخلق بيننا مجموعة من اللقاءات الحوارية للتواصل، نستمع لبعضنا البعض، ندلي بآرائنا وأفكارنا. في البرنامج يصور اليوم في المؤسسة وكان ربما فكرة العطلة، أننا حتى ونحن في العطلة كنا نتدارس هذه الأمور، لما لا نأتي بالبرنامج نصور مع هؤلاء التلاميذ، خاصة أننا كما قلت يعني المؤسسة تحتوي على مجموعة من التلاميذ والتلميذات المتفوقين والمتفوقات، وفقط يحتاجون إلى بعض الدعم حتى يكونوا في مصاف الأوائل والمتميزين. والحمد لله المؤسسة في كل سنة تحصد ثمار نتائجها والعمل الذي تقوم به، لأن الحمد لله يعني أغلب الجوائز وأغلب التقديرات الكبيرة جدا على صعيد المديرية الجهوية مؤسستنا تكون إلى جانب مجموعة من المؤسسات يعني في مرتبة الصدارة والحاضنة لمثل هذه الخطوات ومثل هذه الأفكار. أستاذة تبارك الله عليكم، كتقوموا بعمل جبار. كنشكركم على تقبل الدعوة والمجيء إليكم، جميع التلاميذ من فخورين بكونهم في السكوتكم. شكرا.